إن شاء الله معركة الموصل بدأت استحضاراتها الحقيقية. أنتوا قوة مهمة جدا حاسبي لها حساب في حساباتنا مع القوات الأمنية اللي راح تشارك في الموصل. أنا تصلني أخبار طيبة جدا عن مستواكم في التدريب، عن حماسكم، عن اندفاعكم للمشاركة في عمليات تحرير الموصل. أنتوا إن شاء الله بعهدة القوات الأمنية العراقية أبدا ما نتخلى عنكم، راح نضمكم إلى إحدى القوات الأمنية وعلى الأغلب إلى جيش العراق إن شاء الله، وراح يكون لكم دور متميز جدا في معركة تحرير الموصل ومسك أراضي نينوى وما بعد التحرير إن شاء الله. مطلع على وضعكم ومتابع وضعكم عن كثب وبدقة يعني، وأتأمل بكم كل خير. ضبطكم العالي المتميز، احترامكم فيما بينكم مع آمريكم وقادتكم، نتأمل بكم خير. وعدوا العدة وتهيئوا وكونوا مستعدين نفسيا وبدنيا من أجل تحرير أموركم أدري بها كلها، الإدارية رواتبكم كلها أدري بها، وإن شاء الله أنا طبعا حقيقة يعني السيد رئيس وزراء أرسلني مخصوص أن أزور المعسكر وأطلع على أحوالكم، وطلب أنه أنضمكم إلى أحد القوات الأمنية. يعني لا يصلكم خبر بأنه الحكومة تخلت عنكم أو ناسيتكم أبدا، ما طول عندكم هذا الاستعداد والاندفاع وتشاركون مع قوات الأمنية العراقية في تحرير نينوى فأهلا وسهلا بكم، وأن تعتبروا نفسكم جزء من القوات الأمنية العراقية.